شرف. صدق بالقدوس قلبي كان حاسس انك جايب هالليلة بالذات. معناتها عامل لك شي عملة بغيابي، شو هي؟ لو حياة القدوس تباركه ماني عامل شي. هذا سأل عني كتيرين. وأولغا؟ أولغا؟ اجت وعطيتها الرسالة. حكيت شي؟ بعد ما قريت الرسالة حسيتها اتضايقت، كانت متلبكة كتير. غيره؟ ما في شي. سألتني كم سؤال ديني تهربت منها، حملت حالها وراحت. اوكي، بعدين انا بحكي معها. يلا جيب. يلا يلا رح خلص. تأخرنا كثير، ما بيجوز نوصل بعد وزير الذخيرة جورج لويد. بدي اياكي تتقربي منه. مزبوط، احتمال نعمله رئيس وزراء. وزير ذخيرة بكون ساوه رئيس وزراء؟ كيف هي يعني؟ هي لعبة روتشيلد، المهم تتقربي منه. رح اعمل جهدي. شو رأيك؟ بتطيري العقل. شرفي يلا. شرفي ماما أنا رايحة معكم. شو؟ بدي روح معكم. فوتي على غرفتك وبلا حكي فاضي. شو بابا؟ أنتي بتشرفي أي مجلس، بس خايف الضباط بس يشوفوكي يفقدوا هيبتهم ووقارهم بسبب جمالك، بجوز يضايقوكي. لا تخاف بابا، أنا بعرف سايرهم كتير. أنا المهم عندي تسايري وزير الذخيرة جورج لوي. تفضل. اسمعني منيح، انتصار بريطانيا بالحرب من سابع المستحيلات إلا إذا استلم الحكومة رجل قوي وبصيرته نافذة. قصدك أنا؟ لا لا لا، هلأ بعتقد مستحيل. لا ظروفي ولا ظروف بريطانيا بتسمح بهالشيء أبدا. الظروف إما راح تتحسن أو تسوء أو تضل على ما هي عليه. إذا تحسنت ما بيعود في حاجة إليك نهائيا، إذا سائت ما فيك تعمل شيء، وإذا تمت على ما هي عليه فمن شان شو عم تنتظر؟ ما بكتمك إني فكرت بهالطريقة أكثر من مرة، بس كمان لواء إسكويث ما بهالسهولة أنت متصورة حتى أقدر أعمل عليه انقلاب وزاري وإنجاح. انسى العقبات هلأ. المهم الفكرة أنت مقتنع فيها لما لا؟ طبعا. خلاص اترك الموضوع علي، أنا راح أضبط لك الأمور كلها وراح أقدم لك رئاسة الوزراء على طبق من ده. أولغا؟ أولغا هاليبي بن صديقي حيين، كنت عرفتك عليه. اللورد لايد وزير الذخيرة. تشرفنا. كيف حالك أنسة أولغا؟ الحمد لله. أنا آسف كان لازم أقعد معكم وقت أطول، بس ظروفي ما بتسمح وعندي شغل ضروري. لسه ما قعدت لورد. معلش الأيام جاية. تشرفنا بمعرفتك. آسف. شكرا. Good night. Good night.
الليلة حسيت إنه أولغا كبرت فعلا. عيون كل رجال كانت عليها وحدة. صحيح، بس مو هذا السبب اللي خلاني أحس إنها كبرت. انزعاجها وقت اللي